اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. روتين جديد يا بنات، لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. حبيت ابتدي معاكم الفيديو كده بالكاس اللي انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو، تمام، وبوريكم قد ايه انا كنت غسلاه اصلا، تمام، وحطيت فيه حاجه ساقعه. وعايزه اقول لكم من احسن الحاجات اللي ممكن تعمليها كبدايه مشروع او تعمليها ليك انت شخصيا او حتى تقدميها هديه لحد. بعد طبعا ما خلصت المشروب بتاعي، تمام، طلعت على الفرندا كده سيقتها، بصوا كانت بتشف وترف من النظافه، تمام، علشان خاطر ايه انفض الركنه بتاعتي. هي نظيفه بس انا هغير شويه ديكورات، تمام، وبعدين نشوف هنعمله ايه تاني مع بعضين. اول حاجه ابتديت ان انا اشيل كل الحاجات الديكورات اللي على الترابيزات، واشيل كل حاجه من غرفه الركنه، مش هسيب فيها غير بس الركنه والترابيزه اللي هي تحت الشاشه عشان دي تقيله، تمام. هنا جوزي كان شايب سجاير عادي خالص فشلت كل دوت، تمام. هبتدي بقى ان انا انفض الركنه بتاعتي، التنفيضه حلوه، وبعدين نشوف هنحط ايه. عايزه اقول لكم على معلومه هنا، ان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انا عامه لما باجي اعمل حاجه في اما اجي اصور يعني وكده، شبابيك، بلكونات، اي حاجه دي بعملها قبل التصوير. طب ليه؟ عشان مش بعرف اصور في الفرندا، بصراحه مش بعرف اصور فيها، وكمان الموضوع بيبقى مهلك جدا، فببقى عايزه انجز، فاهمين ازاي؟ بس هي دي الفكره. فبغسل الشبابيك وبغسل البلكونات وبعدين بصور معاكم الروتين بتاعي عادي. في هنا كمان نمره عايزه اقولها لكم. هنا بقى كنت حاطه الديكور الكوشن اسود وتحتيه كوشن جملي كده، بس كل ده هغيره تاني. حبيت اغير بقى الالوان الفوشيا، طلعت الكوشن الترتر القلاب دوت، وعايزه اقول لكم دولت انا عاملاهم في البيت، مش جايبهم من بره يعني، تمام. انا كل فتره كده بجيب حتتين قماش اعملهم كوشن واشيلهم واغير بيهم من وقت للتاني. لو انت بقى عروسه او ست بيت، انصحك لو عندك ليفنج لون واحد زي مثلا اللي عندي ده لونه كافيه كده شويه، تمام، انصحك انك تجيبي كوشونات بقى على حسب ما انت حابه، وتبتدي انك انت تغيري فيهم من وقت للتاني. الليفنج او الركنه اللي لونها ساده بتساعدك انك انت تغيري في الديكور وتحسي دايما بالتغيير، عكس الليفنج اللي فيه الوان ياما، مهما هتعملي مش هتحسي باي تغيير، هتحسي ان في فرح في الاوضه. فهنا انا هنا ركبت الكوشونات ديت، ركبت اسود في احمر، تمام، وهنا بقى كنت بركب السلسله بتاعت الكوشنز ده عشان يبقوا ماتشنج هو وكوشن الجملي اللي فوق ده. بعد كده دخلت على الترابيزه هنا وابتديت بردك اشيل كل الديكورات اللي عليها. طبعا انا كنت بقى من هنا احط هنا، بس هشيل كله دلوقتي علشان خاطر ايه افرش معاكم الفرش بقى بتاع العيد وكده. انا مش اشتريتش حاجه، انا عملت اعاده تدوير من اللي عندي، يعني فيما معناه يعني غيرت الديكورات من غير ما اشتري حاجه من بره، تمام، تمام. ابتديت كده ان انا امسح الترابيزه. طبعا ازاز الترابيزه ده كان مكسور من المره اللي فاتت، فكده كده احنا ما بنستخدمش الترابيزه دي في الديكورات اللي تحت الشاشه يعني. فالمهم هنا كنت هحط الكيس المخده الاحمر دوت عشان عليه وردتين، وبالفعل حطيته، حطيت عليه المفرش الاسود ده، وابتديت ان انا ارص الديكورات بتاعتي. طبعا بعد ما رصيت وكده شلت كل ده وغيرت النظام تماما. طبعا انا هوريكم الفاينل لوك بتاع الشكل ده، وتكتبولي في الكومنتات حلو ولا لا، عشان لو حلو عادي انا ممكن ارجعه تاني، انما لو وحش خلاص يبقى هستكفى باللي انا عملته، تمام، تمام. المهم حطيت السبح بتاعتي وحطيت المرايه ديت، دي مرايه معموله من صلصال الفوم وانا اللي عاملاها، حطيتها هنا كده، تمام. وحطيت كمان الجرامافون بتاعي هنا كده، وده كده كان شكل الترابيزه بعد ما خلصت، تمام. بصراحه جيت بعد كده شلت كل الكلام دوت وحطيت المفرش الترتر الاسود دوت علشان حبيت ان هو يبقى الموضوع سيمبل اكتر. حطيت السبح بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، تمام. وهحط كمان المرايه، البوتاجاز، هشيل البوتاجاز من هنا واحطه في جنب ايه، جنب الجرامافون، تمام. بعد كده شلت المفرش ده، كنت عايزه احط المفرش الاحمر بس بصراحه
ما نفعش، فرجعت المفرش الاسود تاني، رجعت كمان الخدادية السودا ديت، حطيت بقى عملت لها ماتشنج مع الخدادية الحمراء اللي فيها ورد. تمام، بعد كده حطيت هنا الترتل القلاب، وهنا الخدادية السودا اللي فيها سلسلة، وهنا الناحية التانية الخدادية الجملي، وبعد كده حطيت الخدادية اللي هي ترتل القلاب في الزاوية. تمام، وبعد كده مسكت طبعا الارض، طبعا مسحتها بالموب بتاعتي، تمام، ما خليتش فيها اي حاجه. طبعا كل جعب بالشبشب الكبير اللي انا لابساه دوت، انا بحب لما انفض انزل قلب شبشب كبير، حد يسالني ليه؟ عشان احس براحه، وده شبشب جوزي وبصراحه بيبقى طري جدا وبيريح لي رجلي، فبحب البسه عكس الشباشب بتاعتي بتبقى ساعات ناشفه فمش بتريحني. المهم بعد كده حطيت السجاده ديت، السجاده دي فيها احمر وفيها اسود، حسيت برضك انها تبقى ماتشنج حلو. بعد كده حطيت الترابيزه، احط عليها بقى مفرش ايه، احط عليها رنر نفس لون الكوشنز الترتل القلاب، هما معمولين من نفس القماشه. تمام، انا كده كده اللي عاملاه في البيت يعني. حطيت الصينيه دي اللي فيها الزرعه الخضراء ديت وفيها السكريه عشان بحط فيها بونبوني، وكمان الشمعه ديت، وحطيت هنا الترابيزه ديت عليها الرمادات. ثواني بتاع الكراكيب يمشي وارجع لكم تاني. وكده اكون فرشت الركنه بتاعتي، يلا بينا على الجوله ونشوفها بالتفصيل وشوف عملت ايه. كده خلصت فرش يا بنات. هنا كده في دخله الباب في الفانوسين دولت انا اللي عاملاهم، حطيت هنا اللي هو الكيسه بتاعت المخده، حطيت الكرنر كده من هنا ماتشنج كده مع الترتر القلاب بتاع الكوشنز. تمام، ده اللي انا عاملاه بردك. الاتنين كوشن دولت، التلاتة دول انا عاملاهم بردك، حطيتهم كده في الزاوية ديت، فشكلهم حلو قوي اول ما تخشوا من الاوضة كده، مع الاتنين اللي هناك الاسود والاحمر دولت بردك شكلهم حلو قوي. تمام، اهم كده، ده كده شكلهم. طبعا فرشة على الركنة اللي هي الكوفيرتا البيكا اسمها نصين. تمام، كنت شاري حتة قماشة واسمها نصين كده وفرشاها عشان اما تتوسخ اشيلها على طول تتغسل، لان الركنة بتاعتي القماش بتاعها ما بيتغسلش. حطيت في الكورنر ده الايه اسمها ايه ديت الترابيزة دي، عليها رمود المروحة ورمود التلفزيون. هنا كده حطيت الرانر ده بردك انا اللي عاملاه. تمام، حطيت فيه الصينية فيها الزرعة ديت والكاندي بتاع الشمعة، وكمان السكرية ديت بحط فيها تمر زي ما قلت لكم بردك. الرنر ده انا اللي عاملاه. هنا كده في كوشنز ده حطه كده جنب الترابيزة، الترابيزة حاطة فيها العربيتين بتوع ابني، كمان معاهم فوست الوردة الحمراء ديت، فوق حطيت البوتاجاز، وحطيت الجراموفون والمراية والزهرة ديت معاها المصحف بالسبح. طبعا الطبق ده فيه كنزي، فيه شمع، وفي مبخرة، وفي بتاعة الشمع بتاعة البخور وكده، بس هي حاليا فاضية، حطيتهم هنا كده، دي اللي ببخر بيهم الشقة. طبعا ده مش مكانه، بس انا حطيتهم هنا مؤقتا لحد ما اكمل بقية تنظيف الشقة. تمام، هنا كده في الشاشة. تمام، فوق الشاشة هنا فيها الصور بتاعتنا، وفي كل اعوذ برب الناس دي مبخرة، وزهرية كده ده رف كده فوق الشاشة. تمام، ده كده شكل الشاشة كده بالرف بالترابيزة. هنا كده الستارة بتاعتي، مرضتش احط بلاك اوت اسود علشان حسيت ان هي هتقفل قوي في الصيف، فخليت بس اللي هي الستارة الشيفون اللي هي البيضة بتاعتي. تمام، هنا كمان كذلك الامر، مرضتش احط بلاك اوت اسود خالص، يعني مرضتش احط من هنا كده نازلة سودة، قلت لا هتقفل المكان، فحبيت اخليها فريش كده اكتر. هنا كده في بردك الفازات الخيز دي كلها انا اللي عاملاها. تمام، وهنا العربيه الصفرة دي بتاعت ابني بردك حطيتها هنا كديكور، فوق هنا عربيه نيفا بردك حطها كديكور، وهنا كده في كل اعوذ برب الفلق، دي قرانيه حلوه جدا بردك وماتشنج مع الديكورات اللي عملتها في الاوضه. هنا كده كمان المروحه. وبكده اكون خلصت الاوضه بتاعتي، ولو عجبكم الفيديو لايك واشتراك للقناه، واستنوا فيديوهات جايه كتير وافكار جايه كتير معايا سعد. لو عجبك اي ديكور وعايزاه اكتبيلي في الكومنتات وهنزلك الطريقه بتاعته على طول.